العودي هذا قات بعد تخزينة جامدة بمكاوس أبو ربل. بعد تخزينة جامدة اتضح لي إن القات يدخل في عدة كلمات مهمة. اسمعوا: الصدى قات، العلاء قات، الاتفاق قات، الصف قات. لكن قلتكم الله يا رعية في الموالعة وفي المياه الجوفية، ما اشتعبي لي الجربة سبع نوايت ماء، تق الله في روحك يقع الريب التقدير ليل وخزق أبوه ودفع الله بلا ما بش حاجة. وأيضا السماد التوبة زي المهرب، تقوى الله ما اشتقعف أبو الجربة وتبكر للقاف الموالعة، كم من مولعي قدو معوق. ولا ضربة الله والله هنية ما قلنا شيء، لأنه أيضا عاد القات يدخل في حاجة خطيرة. أي شيء الإيعاء قات فالماء وعيش سواء. خلوني نرجع أخزن قبل ما يقرح طعمل قات. خاطركم